فيديو جديد ومعلومة جديدة وخبر جديد من قناة كلام كل يوم. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعرف كيفية إجراء عمليات حسابية بسيطة في صفحة الوورد بدون استخدام الآلة الحاسبة أو محرر المعادلات. السؤال هو: هل يمكن إجراء عمليات حسابية في الوورد بدون استخدام الآلة الحاسبة؟ الإجابة نعم، يمكن ذلك. كيف الطريقة؟ مع بعض. أول حاجة هنضغط مفتاح كنترول زائد F9، هيظهر لنا قوس، هنكتب داخل القوس يساوي ثم نكتب المعادلة الحسابية اللي احنا عايزينها. مثلا هنكتب معادلة 23، هنكتب يساوي الأول وبعدين 23 زائد 31. للإجابة على المعادلة دي هنضغط F9 أو الضغط بالماوس يمين ثم نختار تحديث الحقل. نجرب مع بعض، هنضغط مفتاح كنترول زائد F9 ثم داخل القوس هنكتب يساوي ثم نكتب العملية 23 زائد 31 ثم نضغط F9. هنلاحظ ظهور الإجابة. ممكن نجاوب العملية الحسابية بطريقة تانية، هنعمل تراجع، نجرب طريقة تانية، هنضغط بالماوس يمين ثم نختار تحديث الحقل. ممكن تجرب أي عملية حسابية تعجبك. هناخد أمثلة على المعادلة دي. إذا كان لدينا صفحة وورد مكتوب فيها الآتي: رقم 1، طعام ل15 شخص، تكلفة الشخص 4.5 عملة، الإجمالي هيكون، هنضغط كنترول زائد F9 نكتب فيه يساوي ونكتب 15 في 4.5، نضغط F9 هتظهر النتيجة على طول. رقم 2، مشروب بقيمة 32 عملة لثمن أشخاص، تكلفة الشخص الواحد، هنكتب كنترول زائد F9 نضغط يساوي، هنكتب 32 على 8 نضغط F9 هتطلع لنا النتيجة. رقم 3، مجموع الطعام والمشروبات، هنضغط كنترول زائد F9 هنضغط يساوي وهنجمع القيمة بتاعت رقم 1 زائد قيمة رقم 2 وندوس F9 هيطلع لنا مجموع القيمتين. نجرب طريقة تانية، هنضغط بالماوس يمين ثم نختار تحديث الحقل. مثال رقم 4، اجري العملية الآتية اللي احنا شايفينها قدامنا دي، هندوس كنترول زائد F9 هندوس يساوي، بجوار اليساوي هننسخ العملية الحسابية دي ثم نضغط F9 هيدينا ناتج العملية الحسابية. والشيء بالشيء يذكر، يمكن استخدام عمليات حسابية كالجمع إذا وجد جدول به بيانات يراد جمعها. الطريقة في الجدول الآتي اللي انت شايفه قدامك دوت، هنضغط على الخلية المراد الجمع فيها لجمع القيم التي تعلوها ثم نختار تخطيط ومنها نختار FX ثم نتأكد انه مكتوب كلمة صم، نلاحظ انه تم جمع جميع القيم في الخلية الفارغة. في نهاية الفيديو، لو دي اول مرة بتشوفونا
ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.